السلام عليكم ورحمه الله. المهم هذه واحد القرعه ديال الماء لقيتها، انا غادي ندير نوريكم شنو غادي ندير بها، ونتمنى هاد الفائده تعم على الجميع. غادي نقطعها بحال هكا، القرعه ديال الماء لقيتها مليوحه، ودابا غادي نوريكم ان شاء الله شنو غندير بهاد القرعه هذه. نقطعها بحال هكذا، يعني غادي ناخذ هذا لتحت ديالها، يعني لتحت ديالها انتم غادي تشوفوا معايا اشنو غادي ندير. المهم شوفوا معايا، انا كنت هنايا باغي نوقف هنا بالطوموبيل، يعني كنت باغي نباركينغ هنا، وجيت لقيت بانه كاين شي حمام هنايا كيقطر الماء من هنايا، ياك، وما كيحاولوا يشربوا من هاد النقطات هادو اللي كيطيحوا من هنا. انا غادي ندير لهم هاد القرعه هادي، يعني لتحت ديال القرعه، وغادي نخليها لهم، هي غتعمر قطره بقطره. خصوصا انا غادي ندخل دابا غادي ناخذ قريعه ديال الماء وغادي نجي غنعمرها، ما غاديش نتسناها تتعمر، انه كيجيو حمام هنايا عطشانين فهاد الحراره هادي. ايوا وغادي نعمرها لهم ونحطها لهم ونشوفوا ان شاء الله باذن الله. المهم دابا ندخل نتغدى وديك الساعه يرحم الله. انا اللي قربت غادي تهرب، شوفوا الطريقه كيفاش كتبغي تشرب، يعني كيفاش كتحاول تشرب، يعني كتلقى صعوبه. ودابا انا المهم هي قرعه ديال الماء، نمشي ان شاء الله نعمر لهم الماء. ها هي شوف ما هرباتش، يعني دابا غادي نكب لهم الماء ونشوف. ها الله تبقى هاد القرعه هادي، يعني تبقى عامره ان شاء الله باذن الله. ونتمنى يعني سبحان الله، نتمنى من اي واحد يكون بهاد البادره هادي، خصوصا فهاد الايام ديال الحر. وانا ان شاء الله غادي نحاول نلقى شي حاجه لي كبيره ونجيبها نحطها لهم هنا ان شاء الله باذن الله. المهم دابا انا غادي نمشي ونحاول واحد جوج دقائق ولا ثلاث دقائق ونرجع نشوف الامور. المهم حتى هاد القلعه اللي كنت خديت حتى هي قطعتها وخليت فيها الماء النص ديال الماء، يعني قسمتها على جوج. ايوا وغادي نحطها حتى هي نحطها لهم، ونتمنى يعني صراحة الناس تقوم بهذه البادرة هذه، يعني قريعة الماء تقسمها لهم قريعة أخرين، ويحاول الإنسان يعني يعمر لهم الماء في هذه الحرارة هذه وهذه الأجواء هذه، والله يسر الأم. بحال هذا دابا مسكينة لقات لها الحر، ولكن دابا الحمد لله حطيت لهم الماء غادي تمشي تشرب، ولا كتقلب ما تاكل. وأنا غادي نشوف لها كانت عندي شي حاجة نعطيها ليها تاكل. هات قاتلهم الجوع والعطش والحرارة سبحان الله. المشكلة ساكن بعيد عليهم شوية، ساكن فيهم الجوع. أول ما تلوح لهم الماكلة كيجيو. سبحان الله. وكيضرني خاطري بحال هادشي هذا، يعني كتشوف بأن راه حرارة وما كيلقاو ما ياكلو، والما ما كاينش. هاهي التبانة كامل حطيتها ليهم في سبيل الله، ياكلوها وديك الساعة تمشيو يشربو الما اللي حطينا ليهم. يعني والله ما عندي شي حاجة أخرى من غير التبانة اللي كانت عندي حطيتها ليهم، مكرهتش وكان عندي القمح اللي نحطو ليهم ولا الدرع ولا، ولكن هادشي اللي كتب الله. هانتوما طالعين فوق الفوق، كيكونو الفوق عايشين الفوق فيهم الجوع وهادي. ايه والله يسر، وكل واحد كيجي رزقه، تا هما راه عندهم رزقهم وربي راه كتبوا ليهم، هذا رزقهم هذا اللي جا. اخوان والاخوات، نتمنى هذا الفيديو ديالكم يكون عند الحسن الظن ديالكم.
مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله.